يمكن برضو اجيلك يا دينا برضو، يعني انا باخد برضو من تجربه فريده اجيلك. يمكن بقى دلوقتي وشفنا ده في الولايات على فكره، بقى دلوقتي السيستم الروتيشن، لو انت ما نجحتش تعمل الروتيشن ده واعتمدت على الفرقه الاثنين ثلاثه لعيبه هتخسر. صحيح ديفنتلي هتخسر. دي حقيقة. فالنهارده الفريق الولاد او الرجال روتيشن بيعملوا مستر اوجوستو بشكل جيد، عندنا كابتن طارق خيري بيعمل نفس الروتيشن ده. شايف الروتيشن ده دلوقتي غير فكره كره السله في مصر، ولا هنرجع في يوم من الايام تاني للفرقه اللي بتعتمد على لعيبه اثنين؟ يعني صعب، لان هو ده العالم كله بيلعب كده دلوقتي، ام بي اي، يورو ليج، اي حد بيلعب ده النظام دلوقتي. فصعب، احنا بنتقدم مش بنرجع لورا، خصوصا لما تبقى في نادي كبير زي النادي الاهلي. انت زي ما حضرتك بتقول، انت عندك ناس كتيره جدا، فهو انت ما ينفعش تجمد حد، صحيح، تلعب حد ما تلعبش، يعني هو صعب. وانت اكيد في الاخر مصلحتك المكسب. بس في مدربين بيبقوا خوافين شويه، خليك من كل لا، ما ده شيء طبيعي، في مدرب خواف. بس على حسب بقى انت وثقتك بنفسك وثقتك بفرقتك. يعني صحيح. في الاخر انا واثق في ال 12، احنا القايمه 16، انا واثق في ال 16 خلاص، مش بالنسبه لي يمكن مش ده بان هيبقى اكتر فريق كمان. لي. هي كمان اقول لك ادينا في ماتش هليوبوليس اللي فات، انا بالظبط. شفته طبعا كله، وكنا ناقلين عقلات الاهلي. في البدايه كان في هزه شويه، طبيعي طبيعي هليوبوليس مفيش ضغط خالص، هو خلاص ضمن المركز الخامس تقريبا، فبيلعب بدون ضغط، وهو بالنسبه له يعمل ماتش كويس قدام الاهلي ده هدف في حد اكيد. ذاته. لو كابتن ايهاب حافظنا كمان. بالظبط، طبعا حافظ الفرقه وراجل كان بالظبط. مدير فني الفريق فتره. فكان في الاول هزه شويه، لما حصل روتيشن ونزلوا لعيبه جداد خالص وما بالظبط، كانوش يعني بنش بلايرز، مش كان من نزلوا. احسن الناس بصراحه في الماتش ده كانت فريده بالظبط وهاله وميرال مع بالظبط، باقي الناس، وفي ناس ما كانتش موفقه، برافو عليك. فاللي عوض ساعتها كان الناس، الديفنس بصراحه جدا. ف يعني اللي مشيت معاه الماتش ده مش الناس مثلا السكورر زي عندنا مثلا، يعني يعتبر مثلا ميرال، سوري، نادين وسرايا، اللعيبه اللي تحب الباسكت ايوه اكتر، بحب الباسكت. فقفلت معاهم شويه، مثال للمجموعه فكانت الثانيه. النتيجه بقى بالظبط، بالظبط. لو انت فالحمد بقى لله فقدتهم الثقه قبل كده بالظبط، مش فكان هتلاقيهم، هيبقى في مشكله ساعتها مش هتلاقيهم. بس. فده كان فعلا، دي بنت قوي قوي دي خطه حقيقه. المنطقه. وطبيعي الفرقه التانيه، وده ما يزعلش اللاعبات في حاجه، لا 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 صح؟ خالص، يعني لا هتشوفها بالعكس، يعني لا فريده نزلت كانت كويسه جدا وموفقه وعوضت كل النجم. واحد بيلعب على بالظبط، امكانياته، وكل واحد بيلعب على الكويس عنده، فبالتالي الحمد لله ده اللي مخلينا فرقه متكامله، لان مش كلنا كويسين في كل حاجه. صحيح. في ناس ممكن تكون، في ناس كويسه في كل حاجه، في ناس مميزه في حاجه، في ناس مميزه في حاجه، فبالتالي كلنا بنجمع ان احنا فرقه كامله متكامله. فالحمد لله ده اللي مخلينا السنه دي ستيبل، واقفين على رجلنا. وزي مثلا ما حصل في مثلا ماتش الجزيره برضو، كان ماتش سخيف سخيف شوية طبعا، شويه لأن هي كانت هي المنافسة. بس بالظبط، فالحمد لله ده الروتيشن قدرنا ان احنا نخلصه في الاخر، واقفين على رجلينا، روتيشن كويس قوي، اللي خارج زي اللي داخل. كانت النتيجه برضو في هليوبلس ده برضو اللي حصل، الحمد لله خدنا بطوله صحيح المنطقه. يعني صحيح. طب فريده قولي لي، يعني انت في نص، انت دلوقتي في وسط الموسم يعتبر، يعني احنا نقول في يناير الموسم بيخلص، على مايو، على جون، يعني احنا تقريبا في نص الموسم، او يعني داخلين على نص. يعني المطالب من اللعيبه ايه؟ يعني انت دلوقتي ما شاء الله وصلت للتوب فورم، عامله فورمه كويسه بقى، الحمد لله وجودك في الملعب يعني مهم جدا. ازاي تحافظي على ده؟ شايفه ده ممكن نحافظ عليه ازاي؟ ازاي تحافظي ان انت تكملي الموسم كده؟ والله انا شايفه ان هي يعني لو الواحد وصل لتوب فورم ما يوقفش، يعني نفس اللي هو كان بيعمله، ان هو لو انا مثلا بدات اشتغل زياده على نفسي، بشوف انا ايه مثلا كانت الحاجات، نقطه الضعف اللي عندي اشتغل عليها، انزل اشتغل بدني مثلا زياده، انزل اتمرن كويس قوي في التمرين، برافو. الحاجات دي يعني مهما كان ان احنا خدنا بطولتين، ده مش معناه ان السيزون خلص، فمعناه ان احنا بالعكس ده دافع ان انا لسه اتمرن. ثلاث بطولات، لسه بالظبط السوبر المصري والكاس بالظبط، ده والدوري دافع بقى ان احنا سوبر. نتمرن زياده بالظبط، ونشتغل على اي نقط ضعف كانت موجوده في البطولتين اللي قبل كده، عشان نحسن الاداء يعني الفتره اللي جايه، ونكسب ان شاء الله بقيه خلي البطولات. بالك برضو التقويات طبعا الاصابات بتاعت ربنا، مهما عملت طبعا تقويات وعدت تقويات، هي الاصابه بتيجي من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن انت بتقلل احتمال صح. حدوثها بالتمرين البدني. طبعا. طب شايفه السوبر ازاي؟ شايفين ماتش هي السوبر مش يعني هي مباراه، يعني هي ماتش. مباراه مش بطوله، صح. فيعني زي كاس، نهائي كاس بالظبط. للاسف. شايفاها ازاي؟ شايفه طبعا سبورتنج راجعين، مبروك طبعا كسب بطوله افريقيا، احنا الحمد لله كاسبين بطولتين وشكلنا حلو. شايفه الماتش هيبقى سهل ولا هيبقى الماتش صعب؟ والله هو ما فيش ماتش بيبقى سهل، يعني ما ينفعش، ما اقدرش انزل اقول هو ماتش سهل، بالعكس انا اي ماتش لازم نبقى مدينه اهتمامه عشان نقدر ننزل نكسبه بسهوله، صحيح. فاحنا لازم نبقى مدينه اهتمامه. طبعا سبورتنج فرقه ما شاء الله، يعني
يعني احنا عارفين ان هم ما شاء الله فرقه كويسه جدا، ولسه كمان واخدين بطوله افريقيا، فده دافع ليهم ان هم راجعين يعني عوضوا خساره المرتبط بالزبط. طبعا دي كانت ممكن تكون هزتهم شويه، بس بطوله افريقيا هتديهم حافز، فطبعا هيجوا متحمسين للماتش اللي جاي. بس احنا برضو كسبنا البطوله اللي فاتت وكسبناهم في المرتبط، فمتحمسين، فان شاء الله الماتش يعني هيبقى في الملعب سهل، بس هيبقى في الملعب واحنا جاهزين يعني بالظبط، واحنا جاهزين بالظبط. انتوا طبعا انتوا فايقين وفورمه بتهيألي محدش شايفه قدامكم، ده هي بالظبط في الدفاع. صح الدفاع يعني طبعا انا عايز اقول لك انت من اكتر اللاعبات اللي بتدافع يعني بشكل يعني انا بقول لك مستفز يعني بقول لك انا يعني عارفه ان انا مستفزه والله يعني بتدافعي، ودي حاجه على فكره ميزه كبيره جدا فيك يعني طبعا بالاضافه للفاست بريك والسي بوينت والكلام ده، ولكن انت دفاعك دفاع جيد يعني لما بتنزلي بتقلبي الملعب في موضوع الدفاع. شايفه الماتش اللي جاي ازاي؟ شايفه ماتش السوبر الاستعداد ليه ازاي؟ شايفه نفسيا المفروض نفكر ازاي قبل ماتش السوبر؟ والله يا كوتش هيثم، احنا طبعا هو بادئين يعني من بعد المنطقه، ريحنا يا دوبك يومين وبادئين اول تمرينه، يعني رجعنا كده واحده واحده عشان برضو بعد شهر ما حدش اتصاب. النهارده كانت تمرينه لا كويسه جدا، مراجعات حاجات جديده، بنراجع على القديم. لا اكيد استعدادنا المره دي هتبقى غير مرتبط، كل مره هتبقى مختلفه عن اللي بعدها. يعني مثلا ايه الاختلاف في السوبر؟ طبيعي يعني عشان يعني هو ماتش كاس يعتبر طبعا ضاع مننا السنه اللي فاتت، فاكيد دافع ان هو ما يضيعش السنه دي. عندنا تارجت طبعا كلنا، كابتن طارق كمان في تارجت مش هينفع. ايوه بالظبط، فهو حتى ده بالنسبه له مش قصه فلوس او حاجه، على قد ما هو غيره، وهو شايف ان السكواد ده بصراحه ما ينفعش يخسر. صح برافو عليك. يعني بصراحه يعني فهو قبل ما يبقى فلوس او حاجه او نادي او كده او اداره، هو طبيعي حقهم برضو، بس هو احنا لازم احنا من جوانا ما ينفعش. يعني الحمد لله اكيد برضو عندنا غيره السنه دي، ان احنا زي ما شفنا سبورتنج بيكسب اكيد نفسنا احنا كمان نكسب عشان ان شاء الله نوصل، واكيد هيبقى نفسنا برضو افريقيا وعربيه. صحيح. ففي اهداف مش عايزين نكتفي بالحاجات المصريه، طموح ما يقفش طبعا، عايزين نوصل ان شاء الله ان احنا نعدي يعني، خصوصا صحيح. بقى لو في بقى بال او حاجات تانية، فاكيد ان شاء الله زي ما الزمالك راح، واكيد شفنا الاجواء حلوه ازاي. فطبعا نفسنا اكيد اللي جاي هنا ويعمل بال للسيدة بالظبط، فاكيد نفسنا ان احنا نبقى في البوزيشن ده، واظن ان الجيل اللي موجود ده دلوقتي يستحق ان هو يبقى هناك. هو اظن اللي انا عارفه ان هم مش هيفرطوا في حاجه زي كده ان شاء الله.